بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس كتيرة كان طلبوا برنامج يعمل لهم موضوع الاكس والواي والزد، ففي برامج هنشوف واحد منهم دلوقتي اسمه سيت اوت بوينت كوردينيتس. هتلاقي الرابط بتاعه اسفل الفيديو ان شاء الله. اقول له سيت اوت بوينت وابدا احدد النقط اللي انا عايزها. اما احدد انا عايز في انهي ليفل، وليكن مثلا الروف ليفل، احدد مثلا النقطة ديت والنقطة دي النقطة ديت النقطة دي والنقطة دي، تمام. وبعد كده هقول له هتزوس كيب، هقول له كوردينيت دي النقط كلها، فاقول له اعمل لها ابديت، تمام. خلي بالك ان اي نقطة فيهم لو عملنا لها سيلكت بيعمل لي ايه، بيجيب لي الاحداثيات بتاعتها، تمام، وهي عبارة عن جينيريك موديل. طيب يبقى انا محتاج ان انا اجي هنا من فيو اقول له اعمل لي جدول للجينيريك موديل، جدول للجينيريك موديل جينيريك موديل. طيب ايه اللي انا محتاجه؟ اول حاجة محتاج الحاجات اللي خاصة بست بوينت انا محتاجها. ممكن احتاج مثلا دونالد مارك، الاسم، الفاميلي، تمام. طيب لو دوست اوكي هيجيب لي كل الجينريك موديل، تمام، بينما انا محتاج الحاجات اللي هي الخاصه اللي فيها الاكس والواي والزد دي، تمام. يبقى انا هاجي هنا تاني في الفلتر واقول له انا عايز اعمل فلتر بالاكسات بتاعتي، تمام، يكون فيها البارامتر، مجرد يكون فيها البارامتر، مش محتاج ان هو يقول لي ايكوال كذا، لا، بارامتر اكزيت، واقول له اوكي. يبقى هيجيب لي الاحداثيات، كل نقطة الأحداثيات بتاعتها هي في الإكس والواي والزد.